مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها اختتام الأسبوع التضامني الذي نظمته المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني حول بعنوان أسبوع فلسطين قضيتي في نسخته الثانية. هذه الفعالية تهدف إلى تشديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهته مع الاحتلال، وللدفاع عن مقدسات الأمة، خاصة المسجد الأقصى المبارك الذي شهد خلال الأسابيع والأشهر الماضية حملات صهيونية عديدة للتضييق على المقدسيين، وكذا في مؤامرات تحاكي المسجد الأقصى سواء عبر ما يعرف بالفصل الزماني والمكاني وغيرها من المخططات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد القدس الشريف إلى طرد الشعب الفلسطيني من أراضيه عبر مختلف السياسات الاستيطانية الإحلالية. أسعدنا إذن لنقاش هذا الموضوع أن يكون معنا سيد هدو الداه، رئيس المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة في موريتانيا. مرحبا بك سيد هدو. في البداية، ما هي أهداف هذا الأسبوع التضامني مع الشعب الفلسطيني في الأوساط الجمعية والعلمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، بارك الله فينا وفيكم. هذا أسبوع فلسطين وقضيتي استحدثته المبادرة العام الماضي، هذه النسخة الثانية منه. نريده أسبوعا في بداية العام الجامعي، نستقبل فيه الطلاب الجامعة ونعرفهم بالقضية الفلسطينية، بقدسيتها، بواجبهم تجاهها. فهذه قضية الأمة المركزية، هذه قضية الأقصى وفلسطين، هذه قضية مسرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذه أولى قبلة المسلمين. كذلك نعرفهم بالأدوار التي يمكن أن يقدموها لنصرة للشعب الفلسطيني ودعما وخدمة لهذه القضية. كذلك نعرفهم بالمبادرة، هذه المؤسسة التي لها تاريخ كبير في نصرة القضايا العادلة وفي نصرة القضية الفلسطينية وفي دعمها وفي النضال عنها وفي سعيها، ولينخرطوا معنا في هذا الجهد المبارك الذي يخدم قضايا الأمة ويخدم قضية فلسطين ويعرف بها ويدعو لخدمتها ويعرف بالواجب تجاهها. ما هي أهم الفقرات والفعاليات التي تضمنها هذا الأسبوع التضامني؟ هذا الأسبوع انطلق يوم الأربعاء الماضي وختم بالأمس يوم الأحد في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. انطلق من كلية العلوم القانونية الاقتصادية يوم الأربعاء بمهرجان جماهيري، كانت فيه كلمات دعوية، كلمات رسمية. هذا الأسبوع شملت أنشطته جميع مؤسسات التعليم العالي، جامعة نواكشوط بكلياتها الأربع، كلية العلوم القانونية الاقتصادية، كلية الآداب، كلية العلوم التقنيات، كلية الطب، كذلك المعهد الجامعي المهني والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، وكذلك المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. اجتمع على فقرات متعددة، منها لقاء أدبية، منها حوارات مع الطلاب عن القضية الفلسطينية وعن مركزيتها وعن واجبهم تجاهها وما يمكن أن يقدموا للقضية الفلسطينية من دعم إعلامي ودعم جماهيري وتوعية وتعريف بها في الأوساط. فهذه قضية المركزية، وهؤلاء الطلاب هم نخبة شباب الوطن. فإذا زرعنا القضية الفلسطينية في الشباب، وإذا عرفنا الشباب وتمت توعية الشباب بالقضية وتم تثقيفهم بالقضية وبتاريخها وبقدسيتها وبالواجب تجاهها وبالدور الذي يمكن أن يقدم لخدمتها، فنكون زرعنا القضية وعمقنا الوعي بالقضية وبالواجب تجاهها وبالدور المبذول لها في الشعب الموريتاني. كيف تقيم مستوى تعاطي الطلاب والساحة الجامعية مع هذا الأسبوع التضامني ومع مجمل الأنشطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ الحمد لله، الأنشطة التي تنظمها المبادرة والفعاليات بمختلفها، سواء كانت جماهيرية، سواء كانت ندوات علمية، سواء كانت حوارات، سواء كانت لقاءات، سواء كانت معارض فنية، تلقى قبول كبير وتفاعل جماهير الطلاب كبير. فهذه القضية ولله الحمد قضية توحد الشعب الموريتاني، توحد الموريتانيين بجميع أطيافهم، بجميع توجهاتهم،
يتحدون في إيمانهم بهذه القضية وفي دعمهم لها وإيمانهم بمركزيتها، وأنها قضية عقيدة وقضية دين وواجب ديني، وكذلك قضية إنسانية. فهذا شعب هجر من أرضه وقتل، وما زالت تمارس عليه أبشع أنواع الفصل العنصري على مرأى ومسمع من العالم. فالجماهير الطلابية كما تعكس، وهي تعكس الرأي الوطني عموما سواء الشعبي والسياسي. فالحمد لله الموريتانيون متحدون على هذه القضية ومؤمنون بمركزيتها وتوحدهم، ولذلك دائما أنشطة المبادرة تلقى تفاعل كبير ومشاركة واسعة من الطيف الطلابي الوطني. طيب، معروف أن المبادرة الطلابية انفجرت أو تأسست مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، وكان للمبادرة أدوار مهمة ومشهودة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية وحتى في مجمل القضايا العادلة، احتلال العراق 2003 وغيره من الأحداث الكبرى التي مرت بالأمة خلال العقدين الماضيين. الآن الرسالة الأساسية للمبادرة هي تجذير الوعي بالقضية الفلسطينية وبقضايا الأمة وربط المجتمع والشباب الموريتاني بهذه القضايا. ما هي أهم البرامج والفعاليات التي تنظمها المبادرة في هذا الصدد؟ بارك الله فينا وفيكم. المبادرة الطلابية انطلقت كردة فعل أساسية على التطبيع الذي قد حدث سنة 99 وما بعد، وبذلت كثيرا من النضال والتضحيات، وقدمت تضحيات اعتقالا وضربا وتنكيلا، وقدم مناضل المبادرة ملاحم نضالية كبيرة، حتى وتواصلت المبادرة وواصلت المبادرة نضالها حتى طهرت أرض المنارة والرباط، ولله الحمد من التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني. المبادرة كذلك كما تفضلتم لها أدوار كبيرة في نصرة قضايا الأمة، لها أدوار في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاعتراض وفي الدفاع عنه وفي التظاهر ضد الإساءات الدنمارك وفرنسا وفي الهند، ولها أنشطة داعمة وفعاليات ومظاهرات مشهودة داعمة لشعوب الأمة كالشعب العراقي أوان الاحتلال، وكما يتعرض له الشعب السوري من جرائم، والشعب المصري والمسلمين في الهند ومسلمي الروهينجا. فالمبادرة الطلابية رسالتها هي الدفاع عن الأمة والدفاع عن قضاياها، وبالطبع القضية المركزية تأخذ الحيز الأكبر من أنشطة المبادرة وفعاليتها. المبادرة لها أنشطة جماهيرية ولها أنشطة احتجاجية، مظاهرات ووقفات، ولها كذلك أنشطة توعوية ولها أنشطة علمية، ندوات ودورات وملتقيات تكوينية، ولها كذلك ولها أيضا معارض فنية وأماتي فنية وأماتي شعرية، كل هذا للتوعية بالقضية الفلسطينية وللتعبئة لها وتعميق الوعي بها والإيمان بوجوب الدفاع عنها. القضية الفلسطينية تعيش وضعا خاصا خلال السنوات الماضية. نحن نعلم أنه هنالك تراجع لنقول على الأقل إعلامي في الاهتمام بالقضية الفلسطينية بسبب المشاكل الداخلية التي تعيشها العديد من الدول العربية، خاصة الدول القريبة من فلسطين والتي كان لها دور كبير أيضا في القضية الفلسطينية جماهيريا وشعبيا. هذا التراجع في الاهتمام إعلاميا بالقضية الفلسطينية، ما هي أسبابه وكيف يمكن أيضا تجاوزه إلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية؟ بارك الله فينا وفيكم. فعلا نتيجة لما يتعرض له شعوب الأمة من مؤامرات ومن ثورات مضادة ومن حلف، وما يتعرض له من قمع ومن انقلاب على ثورات الشعوب من حلف الليكود العربي المطبع مع الكيان الصهيوني وصاحب الاختراع الجديد الديانة الإبراهيمية، الذين يريدون أن يشوهوا بهذا الدين وأن ينحرفوا عن بالشعوب الإسلامية عن الملة. فهذه المؤامرات التي يتعرض لها الشعوب أثرت على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ولكن في الآونة الأخيرة وبفضل البطولات التي تقدمها المقاومة الفلسطينية وبفضل انتصارات المتكررة للمقاومة الفلسطينية أحيت
الأمل من جديد في شعوب الأمة، وعادت القضية الفلسطينية إلى إلى موقعها الحقيقي والذي لا كقضية مركزية. وأصبحت اليوم السوشيال ميديا العربية مهتمة بالقضية، والقضية حاضرة فيها بقوة، وحاضرة عند الشباب، وحاضرة في اهتمام الشعوب. والقضية واليوم شباب الأمة يتابعون تفاصيل القضية الفلسطينية، يتابعون تفاصيل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مؤامرات، وما يتعرض له الأقسام من اقتحامات مكثفة لا يخلو يوم ولا أسبوع من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. والضفة اليوم يتعرض الفلسطينيون في الضفة لأنواع جرائم. ولكن البطولات التي تقدمها المقاومة الفلسطينية سواء في غزة وسواء في الضفة وما يقدمه من تضحيات، هذا يحيي الأمل في نفوس الأمة ويحيي الاهتمام بالقضية. ويمكن القول إن سيف القدس الأخيرة، معركة سيف القدس الأخيرة وما حققته المقاومة فيها من انتصار، أحيت وأعادت القضية الفلسطينية إلى الألق وإلى المقدمة وإلى الاهتمام، وأصبحت بحق هي بوصلة الاهتمام الأمة وقواها الحية المؤمنة بالقضية والمؤمنة بحق الأمة وحق الشعب الفلسطيني في أرضه. طيب، قبل أيام اختتمت القمة العربية في الجزائر والتي عنونت بأنها قمة لم الشمل، وعلى الأقل في البيان الختامي ظهر اهتمام أكبر بالقضية الفلسطينية من حيث على الأقل التأكيد على المقاربة الرسمية العربية التي أحيانا في بعض القمم العربية يتم تراجع في لغتها وفي زخمها، ولكن عودة الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الأقل في شكله البروتوكولي الذي ظهر في قمة الجزائر، هل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام؟ هذا هو ما أشرت إليه آنفا. بفضل انتصارات المتكرر المقاومة وآخرها سيف القدس، وبفضل الهبة الجماهيرية الكبيرة على عموم الأمة، أصبحت القضية الفلسطينية تفرض نفسها سواء على تفرض نفسها على الجهاز الرسمي، حتى وإن كان في مظهر بروتوكولي فهذا مهم وهذا مكسب القضية. وهناك بعض الأنظمة داعمة للقضية ومناصرة لها، وهناك بعض الأنظمة التي ارتكست في وحل التطبيع وتبين لها أنه رهان خاسر، وسيتبين لها رغم لجها في عتيها وفي طغيانها وفي مسايرتها للاحتلال الصهيوني، رغم ما يمارس من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن القضية الفلسطينية بزخمها الشعب وبإيمان الشعوب بها والتحامهم تجاهها وهتافهم الدائم لها أصبحت تفرض نفسها وستبقى تفرض نفسها حتى يتظاهر البعض ليكسب نقاط في على حساب. طيب، الموجة الجديدة من التطبيع التي تصاعدت خلال السنوات الماضية تميزت بأنها تحاول أن تخترق المجتمعات العربية والمسلمة، وأن الصهاينة انتقلوا من مرحلة العلاقات الرسمية البروتوكولية مع بعض الدول العربية والتي لم تستطع أن تتجاوز ذلك إلى الشعوب، إلى نمط جديد من التطبيع شاهدناه في بعض الدول العربية. برأيك هل كيف يمكن مواجهة مثل هذا اللون الجديد من أو النوع الجديد أو الموجة الجديدة من التطبيع التي تهتم أكثر باختراق المجتمع بالعمل في الجامعات من خلال العروض المسرحية، من خلال العمل الثقافي، العمل الفني، اختراق المجتمع بدل أن تبقى إسرائيل فقط في سفارات أو كيانات رسمية؟ بارك الله فيك. الكيان الصهيوني بتطبيعه مع بعض الأنظمة اكتشف أن هذه الأنظمة منبتة ولا تمثل شعوبها ولا تمثل رأي الأمة، وهي من نفسها تفرض نفسها على الأمة وهي خارجة عن خيارات الأمة، فأراد أن يخترق. وهذا جهود كبيرة يبذلها الكيان الصهيوني ليغير عقليات الأمة، ليغير من موقع القضية في نفوس الأمة وفي نفوس شعوب الأمة. اليوم بعض الدول تماهت مع الاحتلال في خياراته، طب حتى وقعت اتفاقيات عسكرية، اتفاقيات أكاديمية، اتفاقيات اقتصادية، سياحية، ثقافية، وهذا كل الأنظمة تحارب القضية حتى في نفوس الشعوب.
ولكن كما بقيت الأمة محصنة طيلة هذه السنوات رغم الاستبداد ورغم التضييق ورغم قمع كل الذين يدعون إلى الحرية ويدعون إلى مناصرة القضاء العادلة وإلى العدل ويقارعون ويناضلون الاستبداد والظلم، بقيت محصنة وبقيت مؤمنة بقضاياها وقضيتها المركزية قضية القدس والأقصى، فستبقى الأمة عصية على الاختراق. وهذه جهود، جهود المبادرة وجهود جهود الأمة العاملة والمعرفة بهذه القضية هي المقاومة، وهي مقاومة لهذا الاختراق ولهذه المؤامرات التي طيب اسمح لي أن أخذ فصلا قصيرا ثم أعود لاستكمال هذا النقاش معك. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تلفت قناة المرابطون عنايتكم إلى أن الدروس الرقمية التي تقدم على الشاشة موجودة على قناتنا على اليوتيوب، ويمكن الولوج إليها بكل سهولة عبر الرابط التالي. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه اسبوع التضامن مع القضيه الفلسطينيه الذي شهدته بعض مؤسسات التعليم العالي خلال الاسبوع الماضي، والذي نظمته المبادره الطلابيه لمناهضه الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادله. معنا السيد هدو للده رئيس المبادره، مرحبا بك من جديد. كيف يتم تحصين المجتمعات الاسلاميه من موجه التطبيع الجديده والتي قلنا انها تستهدف التاثير في هذه المجتمعات وتستغل نقاط الضعف سواء كانت اوضاع اقتصاديه، خلافات داخليه، تستغل هذه الظروف لمحاولة التغلغل في المجتمعات المسلمة من بوابة التطبيع والصهيونة؟ بارك الله فيك. الأول، أول ما يحارب بهذا الجهد أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة، أن لا نرتهن لردات الفعل، أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في تفاصيل حياتنا، وأن تكون هناك أنشطة مستمرة مناصرة للقضية وداعمة لها ومعرفة بها، لتبقى القضية الفلسطينية دائما حاضرة في الإعلام، في جماهيريا، ميدانيا، مجتمعيا. نعرف بالقضية الفلسطينية، نعرف بالواجب تجاهها وما يمكن أن يبذل من خلالها، ولا نرتهن ردات الفعل. فالصهاينة في مؤامراتهم يريدون تغيير العقليات، يريدون أن يغيروا قناعاتنا تجاه قضيتنا المركزية. هذه قضية الأقصى فلسطين، هذه قضية مصراحة بابن صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تساومي عليها شعوب الأمة. فيجب أن يكون جهدنا موجه لشعوب الأمة، وهذه مقارعة، هذا جزء من المعركة، أن نبقي القضية الفلسطينية، نبقي إيماننا بالقضية الفلسطينية عميقا ويقيننا راسخا بأن هذه قضية أولى القبلتين وذات الحرمين الشريفين، وأن اليهود الغاصبين لا حق لهم في ذرة من أرض فلسطين، وأن القضية وأن النصر حتمي وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. فأن نبقي قناعات الأمة بجهد متواصل، سواء كان جهدا ثقافيا، تربويا، تعليميا، نبقي. وهذا رسالة مبادرة في الصميم من هذا، ولذلك أنشطتها مستمرة وعندها خطة من أنشطة، عندها أنشطة كردات فعل على الجرائم وعلى الحروب، ولكنها أنشطة مستمرة دائمة تعريفا بالقضية وتوعية وتثقيفا بها، لكي نبقي شباب موريتانيا متعلقا بالقدس، متعلقا بفلسطين، يسمع عنها، يعرف دوره، ويعرف ما يمكن أن يبذله إعلاميا و تثقيفيا وجماهيريا. نعم، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة المناطق التي على تماس مباشر بالاحتلال، نتحدث عن الضفة الغربية عموما ومدينة القدس تحديدا، عمليات نوعية خلال الأسابيع الماضية وبطولات يعني نادرة ومؤثرة جدا، و
ذات مغزى. برأيك ما هي دلالات هذا الأمر؟ هل يتعلق الأمر بأن الفلسطينيين الآن نتيجة لفشل كثير من المقاربات بشأن القضية أصبح كل فلسطيني يقوم بعملية بمبادرة ذاتية منه وبجهد فردي إلى ما يشي ذلك؟ يعني ما هي دلالات ذلك من وجهة نظرك؟ دلالات أن الشباب الفلسطيني سئم من التنسيق الأمني، سئم من مقاربات أوسلو، سئم من تضييق الخناق عليه وعلى المقاومة في الضفة، فخرج وانتفض. هذه انتفاضة. اليوم عرين الأسود أصبحت كتيبة تؤرق الاحتلال وتظهر فشله وضعفه. هذا الشباب الفلسطيني الذي اكتشف خورة هذا الكيان الصهيوني واكتشف أن المقاربة التي صحيحة هي مقاربة الجهاد، هي مقاربة البندقية، هي خيار المقاومة، فهذا هو الخيار الذي يفهمه هذا العدو ويمكن أن يردع هذا العدو، ولذلك خرجوا وسئموا من التنسيق الأمني وسئموا من التضييق عليهم ومن مقاربات أوسلو والمفاوضات العقيمة، فانتفضوا وأخذوا بنادقهم. واليوم الاحتلال الصهيوني تورقه الضفة ويورقه شباب الضفة أو شباب عزل، كل يوم أصبحت يوميات في الضفة، عمليات ضعن وعمليات قنص وعمليات دهس. فاليوم الشباب الفلسطيني يبرهن على خوار هذا الكيان الصهيوني ويبرهن أن الخيار الوحيد لمقاومته ولطرده من الأرض هو البندقية وهو خيار المقاومة فيها. طيب، الأسبوع الماضي أو الأيام الماضية شهدت عودة اليمين الصهيوني، عودة نتنياهو إلى الواجهة، ومعروف أن هذه الحكومات اليمينية ذات المنزع اليميني تكون أكثر تصلبا وتشددا وعصبية ومزايدة ضد الفلسطينيين وضد القضية الفلسطينية، وهنالك مستوى عال من التنسيق والتجاوب الأمريكي مع مثل هذه الحكومات. برأيك ما تأثير ذلك على القضية الفلسطينية؟ هذه التغييرات المستمرة في حكومات الكيان الصهيوني دليل على أنه في مرحلته الأخيرة وأنه فشل. اليوم هذه الحكومة ممكن الحكومة الخامسة في ظرف سنتين للكيان الصهيوني، مما يدل على الفشل المتتالي، الفشل في ردع القضية، في ردع الشعب الفلسطيني وفي ردعه عن نضاله وعن جهاده وعن مقاومته ضد هذا الاحتلال. فهذا يبين أن فشل الحكومة تلو الحكومة لهذا الاحتلال في مقارباتها. والحكومات في النهاية كثيرا ما لا تفرق، خياراتها واحدة، خياراتها صهيونية إرهابية، لا فرق بين يمين ويسار، بين يمين ويسار، بين الليكود بين الليكود والعمل وغيره، هذا كلهم مجرمون، كلهم همهم الوحيد هو الإجرام، هو سياسات التمييز العنصري. طيب، والقتل والتهجير والاستيطان وتهويد المقدسات. طيب، على الصعيد الداخلي الفلسطيني جرت محاولات خلال الأسابيع الماضية في الجزائر عبر مؤتمر لم الشمل الفلسطيني الذي عقد في الجزائر قبيل القمة العربية، وأعلنت فيه الأطراف الفلسطينية الرئيسية أو الفصائل الفلسطينية ما يشبه إعلام مبادئ أو تفاهم ما. برأيك هل يمكن أن يؤدي هذا إلى لملمة الجبهة الداخلية الفلسطينية لنقل بشكل أفضل مما كان عليه سابقا، ويقال إن الاحتلال في النهاية يستغل التباين الفلسطيني في مزيد من السياسات التشرذم، في مزيد من السياسات العبث في القضية الفلسطينية؟ بارك الله فيك. فعلا الشعب الفلسطيني مل من الانقسام، مل من الانقسام الحاصل في الصف الفلسطيني. هذه جهود بذلتها الجزائر، والجزائر داعمة للقضية الفلسطينية وموقفها معروف وثابت من القضية الفلسطينية. هذه جهود نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكلل بالنجاح وأن تكلل بتوحيد الصف الفلسطيني نحو في خيارات مقاومة، في خيارات متمسكة بزوابط القضية. فطبعا القضية الفلسطينية أكبر ما واجهت وأكثر ما كان عليها من بني جلدتها هو قضية التنسيق الأمني وقضية الدخول في أوسلو وما بعد أوسلو وما جرته المفاوضات العقيمة. اليوم الاستيطان بلغ ذروته في الضفة ويتواصل يوميا
والوحدات الاستيطانية تتواصل والبيوت وبيوت الفلسطينية تهدم، أين أوسلو وأين المفاوضات؟ الكيان الصهيوني لا يؤمن بالمفاوضات ولا يؤمن بحل الدولتين ولا يؤمن بقدس شرقية ولا غربية. هو فكيف نفرق نحن الأمة والشعب الفلسطيني يفرق بين أرضه وبين قدس، بين جانب قدس الشرقي وبين جانب الغربي، والكيان الصهيوني يريده كله. فيجب أن تكون أي مقاربة لتوحيد الصف الفلسطيني متمسكة بزوابط الأمة، متمسكة بأن هذا الكيان كيان غاصب لا حق له في هذه الأرض، وأن القضية وأن الاعتراف به ما. فإذا وجد في الصف الفلسطيني من يريد الخروج على ثوابت الأمة ومن يريد الخروج على ثوابت القضية، فأظن أن سيبقى بعض التباين. ولكن الشعب الفلسطيني قال كلمته، قال كلمته، والشباب الفلسطيني قال كلمته بأن هذا العدو يجب أن يقاوم ويجب أن يجاهد بالبندقية وبالسلاح وبكل المتاح من أجل إخراجه وتحرير الأرض المباركة. شكرا جزيلا للسيد هدو الداه، رئيس المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضاء العادلة في موريتانيا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.